أعزائي الكرام، موعدنا مع أكبر حدث إبداعي ستشهده المدرسة العمومية الثانوية التأهيلية ابن سينا، ملتقى ابن سينا للإبداع من تنظيم جمعية المغرب آرت والجمعية المغربية للتنمية البيئية والسياحية. فنانون مبدعون محترفون مغاربة غادي يتوافدوا القنيطرة باش يشاركوا في هذا العرس الفني بامتياز للاشتغال جنبا إلى جنب مع طلاب الثانوية التأهيلية ابن سينا. وهدفنا الكبير أن تلاميذنا يصقلوا مواهبهم ويحققوا طموحاتهم محليا وطنيا وعالميا. ترقبوا معنا سكان مدينة القنيطرة الحبيبة الحدث اللي يشهد عدة إبداعات خلال 3 أيام. كونوا في الموعد أيام 14-15-16 مارس.